يعني ممكن اليوم انه المناطق تختلف باعمال، يعني مثلا في اقليم كردستان ذكرتي ممكن اكو أكيد. كثير من البنات صاروا يشتغلون بمجال العقار. انا اريد اسال حضرتك يعني سبب اختيارك للعقارات ممكن ان يكون هو العمل الرئيسي، يعني شنو اللي خلاك تختارين هذا ما تختارين غيره؟ انا لان عملت كذا عمل، شوف يعني يجوز اكو فد مثلا استضافيت هواي شخصيات وانا متابعه برنامجكم، اكو فد وحده ناجحه مثلا بالخياطه بالرسم بالفن، كل واحد له مجاله. انا طبعا للعلم مدربه تنميه بشريه متطوعه بدوله الامارات، تطوعت بكذا مكانات هناك اكو، وباي مكان انت خارج العراق، احنا بسبب الظروف اللي مر بها العراق للاسف صار عندنا تاخير، وان شاء الله هاي العجله قاعده تتطور. فيعني عندي بالصحافة عملت، بهواي أمور عملت، بالأزياء أصنع البخور لحد الآن، هواي أشياء. أكو أشياء أنت جوز تأخذيها موهبة وتنشحين بيها، بس أكو أشياء من تأمنين بيها تريدين منها وارد مادي مهما كان، صح؟ هي هاي إحنا العمل. أنا ثبتت بالعقارات إنه العمل ما يحتاج من عندي مادة يعني رأس مال، يحتاج من عندي الخبرة والشخصية وقدرة التعامل والقوة والمثابرة، إضافة إلى أنه أنا أعتز بأمومتي. طبعا سيدة الأعمال الناجحة لازم أول شيء تعتز بأمومتها، أنه تكون أم سيدة أعمال ناجحة ببيتها قبل ما تخرج خارج البيت. أكيد طبعا. فشفت موضوع العقارات أنه ما يحتاج من عندي رأس مال قوي، وما بي مجازفة قوية. أني دائما أكو مثل يقول، أنا خارج العراق دائما يقول العقار يمرض ولا يموت. حتى لو العقار يعني يهدأ فترة أو بسبب الظروف السياسية أو أي شيء للبلد، راح يستمر العجلة ما راح تستمر. فهو هذا اللي شجعني عليه.